I'm not lifting. I'm not sweating. I'm building. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أصدقاء القناة، كيف حالكم؟ مرحبا بكم في فلوغ جديد. رجعنا للفلوغات وقلنا غنشارك معكم هذا التحضير، التحضير ديالي وديال رايضة، ونشارك معكم الوجبات لونترينمون ان شاء الله. كنحس براسي شويه نشيط الفلوغات وراني مستعد نصور ونمونطي. اول حاجه غنديروها غنجيبو شي مكملات، صفتهم لي احمد من طنجة، ما كاينينش هنايا في فاس. اخويا شكيب هانيه، هاي اخويا الصخرة، انا نصرد لك دابا، تحياتي. ما عرفتش ديك الماركة زوينة، ولكن ما كايناش بزاف. ديجا جربهم احمد، انا احمد عندي فيه الثقة الكاملة، عنده واحد الجسم خفيف، داكشي اللي كيقول لي يعني كندير به. شكر لي هاد المكملات وخدم بهم حتى رضا في التحضير، حسينا بواحد الفرق. يوم درت واحد الكارديو مع السبعة الصباح، فقت بزز، ولكن وعدت راسي الكارديو ما غيخطاش. 30 دقيقة في اليوم و 20 دقيقة مورا التدريب، ناكسيليري في الكارديو. غادي نبداو ان شاء الله باذن الله شوية ديال الكارديو، غنديرو يوميا باش غنحس براسي بانني كندير شي حاجة. لان الا بقيت كنتريني حصة ديال الميسكولاسيون حصة ديال الميسكولاسيون يوميا، صعيب باش تدخل ديك الموتيفاسيون، وحتى الجسم ديالك صعيب باش غير يرجع ديك الميتابوليزم ديالو، يعني السرعة ديال الاستجابة. عامين ما تحركش، يقدر يكون نسى البروتين، نسى الكارب، نسى كتعطي له البروتين، كيقول لك اش هاد شد العجب اللي كتدخل ليا، يعني بغيت نفيقو بالزربة عليها، غنأكسيليري على الكارديو باش لوكور ديالي يرجع كما كان. كيحرق راسو، كتعطي له الكارب كيشارجي، كتحيد له كيدي شارجا، فهمتي عليها. غندير الكارديو بزاف في هاد الايام، واخا غنتدعق شي شويه، ولكن ساهل الحال باش تهز. اوكي الدراري، ليتس جو. سير ميسيون اكومبلي. هو السي احمد صفت لينا السلعه. احمد شكرا، بارك الله فيك. الله يعطيك الخير اخويا. ضرب اخويا ان شاء الله. اخويا عارف دا بريباريت يا شنو هذاك؟ كارب كابس برو. هيا ليك وحده ليا، لوح لوح ليه. بري ورك اوت. بري ورك اوت مو خيط اوف لافر. وي او كرياتين. كرياتين كيدير الماء غير لوحو 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 كيدير الماء. جلوتامين جلوتامين. هو جلوتامين ديال لا امينو. يس امينو هو الحب. شتك سعيد اخويا. هذا ديما في الطوموبيل. لا اسف تامر سلا. تيسلا راه خصها تخلصني. تيسلا راه خصها تخلصني. تيسلا ثانك يو. والله نصوم معك في التامر زعما الصراحه. هذا ديالك وهذا ديالي وهادو لي كادو. او با 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 غيدوز الكار. داي 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 البيرمي ديال الستينات هو هذا. اللون اللي كيعجبني سبحان الله، اللون ديال الجوكر. الله يلا اللون ديال الجوكر. يا سلامة واعر من سوبر مان. اللون واعر. ثانك يو احمد. ثانك يو شكرا خويا احمد. ثانك يو شكرا مرة اخرى. واعر واعر لي كومبليمون واعرين. راه عندنا واحد الضيف اليوم اخويا رضا. يا خليو المفاجاه، خليو المفاجاه مفاجاه، ولكن انا غنديرو في العنوان. اوكي صح صح هذاك هو الستار ديال المغرب.
ستار نمبر 1 نمبر 1 اخي برومانس فيزيكا اخي المغرب بس منوره اليوم والله تبارك الله قبل الحدث دير هذاك القط في خصنا شي لاسيست ولا لونطريمون؟ لا لونطريمون كارديو كمال قال لك العام هاد العام شوف قلنا العام هاد الجوج هادو خصنا ما شوف ان شاء الله خلعان ان شاء الله كمال كمال جا من مراكش قال لي جيت لفاس باش نتريني والله العظيم ديانا مزيانة اليوم الحصة في التروك ستور ان شاء الله تكون الحصه واعره ان شاء الله باذن الله الدروك ستور يلا تقدكم ساعة الله الخير كمال فين الناس قيلة رحله لكابو كلشي على الله يا الساعه خاصك اول ماريو ديال كمال مسافري باش تريني خصك الكرفان اخويا مسافري باش تريني ماشي ساهل باش توصل بارك الله على السي عبد الرزاق نورتي دروك ستور سي كمال حاول علينا اليوم أصلا خويا كمال ما صورنا والو
اخويا حليت الكاميرا وانا نقط التفصيل نتسناو من الصباح دوني هادشي صحابهم دايرين السيك بصحة وراحة تبارك الله ما شاء الله الكابتن القبطان بالصحة والراحة اي رضا تبارك الله عليكم احسن يوم احلى ان شاء الله ياك احسن ان شاء الله تبارك الله الله يحفظك الله يجازيك والله غدا فين غدا إفران وبعدو تبارك الله سلموا لي على احمد شنو غدير في طنجة اخويا كامل الرجلين الرجلين واليدين اخر يوم بالمعسكر اليدين مع احمد مع احمد ان شاء الله ولا الرجلين هو اللي بغى ياه ضرب الرجلين ضرب الرجلين ضرب الرجلين ضرب والله اللي تريناه انا جاي خويا احمد خلي الرجلين ما تضربهمش تنزلو يا خلي الرجلين حتى نهار الحد ضربوا اليدين غير مانس فيزيك داري شكرا على تتبع ديالكم دوزنا واحد الوقت زوينه بزاف مع الابطال ديالنا شكرا لكم بزاف ما كيجي عندك بنادم الا اللي عزيز عليك شكرا الدراري الله مره اخرى درنا الحصه غادي نشوف غادي نجيو نديرو شي حصه مفرقعه ان شاء الله ان شاء الله دابا حنا اللي غنجيو لمراكش اخي اخي عبد الرزاق بارك الله فيكم هذا الفيديو غادي يشهد عليك اخويا كيبدا ما جيتيش ان شاء الله مراكش ما كيقلوش كاين يتزاجر بدا المعسكر الاثنين غيبدا المعسكر ان شاء الله غنديرو شي طنجه ريجيم ضروري الفيلي الفيلي ان شاء الله ان شاء الله الدراري غيبداو المعسكر ان شاء الله الاثنين كلشي غيوجد ان شاء الله ان شاء الله الله يفرحكم نلقاو فشي بطوله ان شاء الله ان شاء الله الشجاع ديالكم ابطال الشجاع ديالكم ابطال احمد خويا رضا السي كامل ان شاء الله الله يفرحكم في الكومبيتيسيون الجايه ما نساوش خويا احمد احمد ولكن غير واحد الكارت برو تقاتل اخويا تقاتل يلا تهلاو فراسكم سلامه